من أجل تحسين العملية التعليمية ومواكبة آخر التطورات وسير الدراسة، أقيم في قاعة اليمامة ببنغازي اجتماع ضم مدير إدارة التعليم الحر بالحكومة المؤقتة ومديري مدارس التعليم الحر في المدينة. نعقد هذا الاجتماع مع مدراء مدارس التعليم الحر في مدينة بنغازي لغرض مناقشة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه سير الدراسة بهذه المؤسسات، وكذلك لوضع الأسس السليمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2019-2020 بإذن الله، كذلك التأكد من توفر المعايير والشروط اللازمة لممارسة النشاط التعليمي من حيث المعلمين المؤهلين تربويا، من حيث المباني المدرسية اللائقة، التجهيزات والمعامل. وتم خلال الاجتماع مناقشة عديد المواضيع التي تهم التعليم والشروط التي لا بد أن تتوفر للمدارس، إضافة إلى التأكيد على المعايير التي من خلالها تنطلق المدارس في عملها. الأنشطة التي سوف تقام في مدارس التعليم الحر، نأمل أن يكون هذا العام بإذن الله تعالى عاما موفقا للجميع. كما تم بحث آلية حلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه المدارس، إضافة إلى انطلاق العام الدراسي الجديد والنشاط المدرسي.